أكد عضو مجلس النواب رياض غالي أن سبب تسرب أسئلة الامتحانات مؤخرا هو بيعها من قبل موظفي اللجنة التي وضعت الأسئلة والمفروضة من قبل وزارة التربية، محملا الوزير مسؤولية التلاعب في نتائج الامتحانات. واضعين الأسئلة هم اللي يسببون دائما بهذه المشاكل، وكما حدث بأخطاء سابقة في الامتحانات السابقة واللي أشرنا لها. هؤلاء بيتهم الأسئلة وبيتهم الأسئلة، وبالتالي اللي حدث هو أنه هذه الأسئلة وزعت عن طريق الفايبر والواتساب. أي طالب ينطي رقمه ينطونه الأسئلة على الواتساب وعلى الفاير من مبلغ 50,000 إلى توصل إلى 250 إلى 500,000، والكل يقوم بعملية توزيع، يعني عملية توزيع منظم بسبب وضع اللجنة الدائمة للامتحانات وكذلك التدخلات في وزارة التربية من قبل السيد الوزير. هذا اللي خلى جو الامتحانات جو حقيقة غير لا يسير بالطريقة الصحيحة.